سي رابح، حكينا عن تجربتك في هذه البطولة على مستوى الحضور الجماهيري، المنافسات، وأيضا مستوى التنظيم منذ حفل الافتتاح. تجربة ممتازة جدا، مستوى ممتاز. اكتشفنا بعد المنتخبات لما كناش نعرف مستواهم، ولكن اكتشفنا في هذه البطولة العربية أو المونديال العرب، هذا شيء جميل. هذه البطولة أعطت فرصة للمنتخبات كلها لكي تثبت مستواها في هذه البطولة، وفعلا اكتشفنا بعض المنتخبات العربية أو أكثر خليجية مثل العراق أو مثل قطر وأيضا البحرين، يعني قدموا مستوى جيد. وفي نفس الوقت أيضا احنا كنا نعرف المنتخبات يعني المصرية والجزائرية والتونسية، والدليل أن الجزائر وتونس في النهائي. أتمنى كل توفيق للفريقين إن شاء الله، وأتمنى أيضا الفوز لبلدي بهذه البطولة لأول مرة في تاريخها الكروي. إن شاء الله يكون نهائي ممتاز إن شاء الله. طبعا استمعنا لأسطورتين في الكرة.